رشد. هو أبو الوليد محمد بن أحمد الملقب ابن رشد، ولد سنة 520 هجرية وتوفي سنة 595 هجرية. هو فيلسوف وطبيب وفقيه وقاضي وفلكي وفيزيائي أندلسي. نشأ في أسرة من أكثر الأسر وجاهة في الأندلس، حفظ موطأ مالك وديوان المتنبي. يعد ابن رشد من أهم فلاسفة الإسلام، دافع عن الفلسفة وصحح علماء وفلاسفة كابن سينا والفارابي في فهم بعض نظريات أفلاطون وأرسطو. إن ابن رشد من أكابر فلاسفة الإسلام، ولقد أثر على فلاسفة أوروبا بفلسفته أكثر من أرسطو نفسه. ودون ريب فإن ابن رشد هو مؤسس الفكر الحر، فقد فتح أمام علماء أوروبا أبواب البحث والمناقشة على مصراعيها، لذا فإنه أخرجها من ظلمات التقيد إلى نور العقل والتفكير. تقع مؤلفات ابن رشد في أربعة أقسام: شروح ومصنفات فلسفية وعملية، شروح ومصنفات طبية، كتب فقهية وكلامية، وكتب أدبية ولغوية. كتب المفكر الإنجليزي جون روبرتسون إن ابن رشد أشهر مفكر مسلم لأنه كان أعظم المفكرين المسلمين أثراً، فكانت طريقته في شرح أرسطو هي المثلى. وكتب المستشرق الإسباني البروفيسور ميغيل هرنانديز إن الفيلسوف الأندلسي ابن رشد سبق عصره، بل سبق العصور اللاحقة كافة، وقدم للعلم مجموعة من الأفكار التي قامت عليها النهضة الحديثة.